كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. هل تعتقد أن حبيبتك تخونك؟ إذن أقترح عليك أن تنتبه لطريقة تصرفها. هناك أشياء يجب أن تأخذها في الاعتبار، ولكن لا تتسرع. في هذا الفيديو نعرض لك 10 علامات على أن المرأة تخون. هيا لنبدأ. التبرج المفاجئ. تغير لون شعرها فجأة، ترتدي القمصان الجميلة والفساتين المثيرة، تكثر من التبرج ووضع المكياج على وجهها كما لم تكن سابقا. هذا الأمر يشير إلى وجود شيء جديد قد دخل إلى حياتها. فإحصائيا، عندما تدخل النساء في علاقة جديدة يبالغن في الاهتمام بمظهرهن. كثرة الكذاب. عندما تخرج المرأة كثيرا مدعية أن سبب الخروج أمورا تجدها أنت سخيفة جدا، مثل لقد فقدت حقيبتي وسأذهب للبحث عنها، على الأرجح أنها بدأت علاقة جديدة. ولكن انتبه، فمن الممكن أن تكون بارعة في الكذاب. احترس وانتبه جيدا لكل ما ستقوله. تتعصب سريعا. عندما تبدأ في الشعور بالغضب والعصبية سريعا، فيجب أن تشعر بالقلق. إذا كانت صديقتك تتقلب بمزاجها كثيرا، تكون سعيدة وفجأة تصبح حزينة وتصرخ بوجهك دون أي سبب، فاعلم هنا أنها لم تعد تحتمل وجودك وهي تفكر بحبيبها. البرودة الجنسية. عندما لا تهتم بك زوجتك، وعندما تقوم بالتقرب منها فتبتعد عنك وتخلق الأعذار، قد يكون بسبب الضغط والإحباط أو بعض المشاكل في العمل أو بسبب حالة صحية، ولكن قد يكون هذا دليلا على خيانتها لك، حيث يحدث لديهم اضطراب عاطفي ويحاولون السيطرة على الأمر، ولكن في النهاية ييأسون ويظهر الأمر على شكل توقف عن العلاقة الزوجية. تبدأ في العمل بصورة أكبر. من علامات الخيانة أن تبدأ صديقتك في قضاء وقت أطول في العمل. تخرج مبكرا من المنزل وتعود متأخرا في الليل. قد حان الوقت لعمل تحقيقات والبحث وراء الأمر. ما العمل الذي تقوم به في الليل؟ هل هي ترقية جديدة؟ وما الذي ستكونه الترقية الجديدة؟ ربما هي تخونك وتخلق لك الأعذار والحجج بالعمل الإضافي المفاجئ كي تذهب بصحبة عشيقها. لا تشعر بالغيرة تجاهك. لا تخدع نفسك باعتقادك أن زوجتك مثالية، فقد تتعلق بشخص ما، والدليل على ذلك أنها لا تشعر بالغيرة تجاهك. لا أحد يعلم ما برؤوسهم سوى الله، ولكن الأكيد أنه عندما تتوقف عن الشعور بالغيرة تجاهك فأنت قد انتهى أمرك. الابتعاد. من السهل جدا معرفة إن كان سلوك شريكة حياتك غامضا، وخاصة إذا كنت تعرفها عن كثب، فستلاحظ هذا الأمر. عند اختفائها لعدد ساعات طويلة لا ترد على اتصالاتك وتختفي من عملها فجأة، انتبه، هذه تصرفات تبرز خيانة زوجتك لك. عندما تبدأ صديقتك أو زوجتك في تجنب الأصدقاء والعائلة فهي تخونك، والآن تشعر بالخجل. وجودها بعيدا عن أقاربها يجعلها تشعر أقل بالذنب. تدعي وجود صديق جديد. في فيلم دكتور أوف رومانس يظهر بيتر سبالتون أن الفتيات يخرجن بأفكار غبية جدا، مثل أن لديها صديق جديد، وهذا فقط من أجل أن تبعد عنها الشكوك. ولكن مع الوقت ستلاحظ أنها تقضي الكثير من الوقت مع هذا الصديق. يصبح لديها أسرار. دعوة مجهولة، اتصال غريب أو مجهول، رسائل نصية سرية، تغيير كلمة المرور للدخول إلى هاتفها. ما المشكلة يا فتاة؟ لماذا هاتفك دائما مغلق برقم سري؟ لماذا أنت مشغولة دائما مع الهاتف؟ هذا الأمر الطارئ يدعوك إلى التنبه جيدا لوجود طرف ثالث بينكما.
تستخدم عطراً جديداً. لقد غيرت العطر الخاص بها وتبدو سعيدة. من الممكن أنها تحاول التجديد في مظهرها من أجلك، ولكن إذا لاحظت عطراً آخراً، خصوصاً لو استشعرت أنه عطر رجالي، فيجب أن تحترس، فقد يكون لصديقها الجديد. حسناً، أريد فقط أن أنبهكم أنه لا يجب أن تأخذوا تلك الأمور بجدية، فالأمر بأكمله مزاح. لا تشكوا في بعضكم البعض، انشروا الحب وانعموا به. لا تنسوا وضع لايك للفيديو، ونراكم في المرة القادمة، ومع السلامة.